اول حاجه يعني شفتو كيف ما شاف الجميع الفيديو ديالي اللي راج بزاف مواقع التواصل الاجتماعي على طريقة ديال المسلم. كنبغي نقول لها من هذا المنبر سامحيني بزاف، كنعتذر لك بزاف، كنعتذر لك بزاف، وماشي بزاف بزاف، على بعض الكلمات اللي خرجوا مني. مثلا ديك الا لافيو وكنحبك وذكر الكلام، لان ذكر الكلام اللي قلته بعفويه وما كانش هو هذاك. فعلا كنعترف، لان الحب فيه جوج الانواع، كاين الحب ديال الله سبحانه وتعالى، كنقول لك كنحبك في الله، صاحبي كنحبك في الله، اختي كنحبك في الله مثلا. ولكن الحب الاخر انا ما هضرتش عليه، انا فاش قلت كنحبك كنحبك في الله. ولذلك كنعتذر لك بزاف اختي، اختي نبيله طالقه ديال المسلم، كنعتذر لك بزاف بزاف بزاف، وكنبغي نقول لك الله يسهل عليك في هذا النهار. عندك وليدات، عندك الفلوس، كيف كيقولوا الناس كيقولوا بلي عند ساكنه في دار وعندك الفلوس، الله اللي عطاك هادشي، الله يزيدك الله يزيدك والله يسهل عليك. والناس اللي كيقولوا واش جاوباتك الطالقه ديال المسلم ولا ما جاوباتكش، كنقول لهم من هذا المنبر مازال ما جاوبتنيش، وانا ناوي ان شاء الله الوالده ديالي الله يخليها ليا والوالد ديالي هما اللي يجيبوا لي المراه. فين كاين المشكل؟ الا جابوا لي المراه فين كاين المشكل؟ ونقدر انا نمشي نقلب على المراه عادي، ارزق بيد الله. والناس اللي كيقولوا واش جاوباتك مرات مسلم ولا لا، هاد الساعه باقا ما جاوبتنيش، هاد الساعه عفوا طالقه ديال المسلم باقا ما جاوبتنيش. كنقول لها تحياتي لك اختي نبيله، الله يسهل عليك. ومسلم كنبارك ليه الزواج، العرس ديالو سمعت يعني كنبارك ليه الزواج، هو امل سقر، كنبارك لهم الزواج بزاف بزاف بزاف، الله يسهل عليهم، الله يعطيهم شي ذريه صالحه. وكذلك كنبغي نشكر من هذا المنبر كاع دوك الناس اللي شكروني في لي كومونتير وقالوا هذا السيد راه في شكل متقي الله وظريف. الحمد لله، النور كاين في الوجه، الحمد لله، الله يسهل على كل واحد. وكنبغي نتكلم ايضا على النساء المطلقات، كنبغي نقول لكم ما تيأسوش، الله يسهل عليكم في النار، ما تيأسوش، لان الله سبحانه وتعالى كيقول لنا ما تيأسوش من الرحمه ديالي سبحانه وتعالى، ما تيأسوش، لان كاينين هناك رجال صالحين. كتسمعوني النساء المطلقات، كتسمعوا لي ونخرج عندكم الكاميرا، سمعوني، الا كنتم مطلقين وهذاك الراجل هو اللي منو المشكل اللي طلق منكم، فحاولوا ما تطيحوش في نفس المشكل، حاولوا ما تقدر تكوني كتقولي هذاك الراجل في الاول كان مزيان وفي شكل وظريف وصدق العكس، ممكن انا مثلا كنمشي بنيتي والتجارب كتعلمني، ما نقدرش نحيد النيه، مرتاح التجارب كتعلمني. انت الا كنتي طحتي في الراجل الاول ما مزيانش، توكلي على الله وخذي راجل اخر ودعي الله، دعي الله قولي يا ربي جيب لي شي راجل مزيان احسن من الاول، بغى يجيب لك الله راجل مزيان. اما الا كنتي انت اللي ملك المشكل وناويه تزوجي براجل اخر، تقدر تطيح شي واحد خايب، هادشي اللي ما دعيتيش الله ولا مشيتيش على سنه الله، على سنه الله سبحانه وتعالى، سنه الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. تحيه للنساء المغربيات وتحيه للرجال ولاد الشعب، الشباب كنوصيهم بالزواج باش يبعدوا على داكشي اللي خايب، كنوصيكم بالزواج باش تبعدوا على داكشي اللي خايب. وشكرا.